ما انتو عارفين وقاعد اقول الحوثي مشي لا معركه ولا إذا ضمنتوا لنا حزمون والخديعة والمنع نحن رئيس الجمهورية احنا من كل مناطق اليمن حبينا ما بنقاتل شيء غير أصحاب المنطقة والما علي البلاد هي تشتري الناس تقاتل عليها من كل مكان ما إذا اعتمدنا غير على كل قرية على كل أصحاب كل المنطقة ما بتحرر البلاد أثبتت على أيام شوفوا كانوا ينتقدونا حراس الجمهورية يقولوا أنتم نظاميين وبعدين بيجي قاتل في الكتيبة لا لكن لو جاء واحد شيخ مع مجموعة يقاتل قلنا وإحنا عن صنع قفوة وقلنا ها بير أحمد قلنا ما عدش هذا صاحب دمار هذا قلنا إحنا كلنا عيال بير أحمد جرينا الحكاية هذا وخطينا بل ولا 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 ماشي ولا ثاني قلنا كلنا عيال بير أحمد ما عبش عيال فلان ولا عيال فلان فالزمالة هي بتخلق زارتين أقوام من الأخوة في المعركة متى ما وجدت إدارة صحيحة للناس وللبشر خلاص الأخوة تتواجد إذا في تفاهم بين قايدة السرية وقايدة كتيبة وقايدة اللواء فإذا ما خلقنا هذا التكاتف وحدة الصف وحدة الانتماء انتماءنا للمقاومة وللحرة أنا عن نجح من حق الانتصارات في كل مكان أكل من أكلهم ومن قوتهم ويشاركهم الحر والبرد والريح والمطر لا ما يجعل الله فرج لهذا البلد وحدة الناس والتكاتف هو أهم شيء والعدو ما يدخلش قسما بالله ما ينتصر في المعركة إلا بعد ما يخلخل وهو ضعيف العبدية لها كم 20 يوم مديرين محاصرة يضربها بالصواريخ بالبالستي بكل أنواع الأسلحة ما ترس يقاتلوا سطرية الساعة دي ما تحفريها فيها خندقك يا أنك بترجع تندم عليها يوم الله الله ومش كل شيء المعدة إذا ما بالشغليات ما بش خلاص أجلس انتظر لما تجي القذيف إلا فوق راسي ولا احفر لي خندق وخليها من داخل مارب وديها فوق راسك أنا في البرح لا سمح الله مارك وأنا داري إن مواقعي محصنة وإنه إذا ما قدرت أتجاوز الخط العدو على الأقل العدو ما يقوم في هجوم معاكس يتجاوزني إيمان سلم عليك يا سلام وعفركم حياتنا الباقية تفرد الله يسلم عليك الله تمام اذا الدنيا اليوم سلب بكره هي حرب نعم ولا نستعمل الناس جاهزين هذا وضع استعداد جاهزين احنا وضع استعداد جاهزين مستعدين بايوه